سعيد جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، رجعت بيتي بعد 6 سنين كلاعب، بس المره دي الوضع مختلف. رجعت وانا مدرب، ويمكن بدايه جديده في حياتي كتدريب، فربنا يكرمني وتكون بدايه موفقه. وبحمد ربنا ان انا يوم ما ابتدي برضه في نادي كبير زي النادي الاهلي، فان شاء الله يكون موسم خير واثبت نفسي للاداره وكابتن فتحي مبروك مدير القطاع وللناس كلها، وتكون بدايه موفقه ليا ان شاء الله في حياتي الجديده التدريبيه.